لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. في درب بناء الوطن ثمة قمة نرتقب الوصول إليها ونسعى جاهدين لذلك، لكن هذا الطموح تقف في طريقه ألف أزمة، حتى يكاد يبدو أن البوصلة لا تشير إلى مسافة أقرب من مجرد الاحتمال. التحديات كثيرة، والحراك السياسي ما زال ملبد بغيوم المواقف وزوابع الخلافات، والأصبع على زناد الترقب لانتخابات مقبلة لكنها قد تصبح مدبرة إن أخفقنا في تهيئة البيئة الموضوعية المناسبة لها. فهل يمكن أن نتفائل بأن القادم إيجابي فعلا؟ وما هي مقدمات هذا التفاؤل؟ وأين تقف الكتل السياسية من الأداء الحكومي؟ هل ستكون الانتخابات المقبلة مبكرة ومحققة للتغيير؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا للإجابة عن تساؤلات كثيرة حول موضوعة الانتخابات ومواضيع أخرى. نرحب بالسيد فادي الشمري، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة. حياك الله سيد فادي، أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا ومرحبا. كذلك احنا بانتظار السيد إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية، إن شاء الله على وصول. حياك الله سيد فادي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. قبل كل شيء تعازينا بفقدان السيد علي العبودي إثر فيروس كورونا، تعازينا لكم ولعائلته الكريمة أيضا. شكرا جزيلا. حقيقة يعني خسارة فادحة للعراق، للجيل الجديد، الجيل الشاب. الأخ أبو سيف علي العبودي كان مثال وقدوة وشخصية دائما عرفت باتزانها وحكمتها. شكرا لكم على الموازاة، وتعازينا أيضا لأهله ولكل أخوانه. حياك الله سيد فادي. قبل كل شيء، الحكمة تيار دائما ما يعرف بطرح الجديد، بموضوعة التفاهمات ربما المبكرة، مبادرات وحلول، مشاركة إلى آخره، لكن وضع اليوم يبدو شبه غامض أو هكذا يوصف. هل هذا ترتيب لأوراق أم الهدوء ما قبل العاصفة كما يقال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أختي كريمة استقلتهم، أيضا تحية للسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد أولا هي الساحة معقدة وملبدة، ولا زالت الغيوم لم تنقشأ. يعني كثير من تعقيدات الساحة هي بالتأكيد تلقي بظلالها على يعني وانعكاساتها على كل الملفات. عمليا من المفترض أن يعني إن صدقت الحكومة في وعدها وفي تحديدها لموعد الانتخابات بالشهر السادس، فنحن عمليا دخلنا السنة الانتخابية. تيار الحكمة طرح الآن مشروعا جديدا هو يحاول أن ينضجه مع شركاء سياسيين، وأيضا مع القوى الجديدة التي الآن بدأت يعني تنشأ على الساحة. نعم. خصوصا يعني قوى الشباب، قوى الوسط، قوى الاعتدال، في تشكيل تحالف وطني، كتلة العابرة للطائفية، الكتلة العابرة ما قبل الانتخابات. في كل الاستحقاقات السابقة كانت التحالفات تنشأ ما بعد الانتخابات. ولطبيعة أنه الحكومة يجب أن يكون نصف زائد واحد، هذا شرط، وأن تكون المكونات حاضرة أيضا، هذا شرط. دائما ما كانت الصفقات، دائما ما كانت التفاهمات العلنية والباطنية، دائما ما كانت حاضرة في طبيعة تشكيلات الحكومات. الآن وجدنا أن من الضرورة الأخلاقية والضرورة الوطنية، وإذا أردنا أن ننضج النظام السياسي يجب أن نذهب باتجاه تحالفات ما قبل الانتخابات فيها ملامح هذا المشروع حاضرة بشكل من كل المفاعيل الشيعية السنية الكردية البدنية الليبرالية. يعني نريد أن نكون مشروع جامع مانع، وعلى أمل أن يحقق رقما قياسيا أو رقما يعبر بشكل أو بآخر عن أحقيته في أن يتصدى إلى المرحلة القادمة. فإن نجح فبها، إن لم ينجح أيضا كرسي المعارضة سيكون حاضرا. وسابقا عمليا احنا ايضا في حكومه الاخ سيد عادل عبد المهدي ممكن حتى بالدوره المقبله ان تكون الحكمه معارضه ايضا. يعني هذا ليس فقط الحكمه، يعني احنا نريد ان ننتج مشروع
وطني حاضرة فيه يعني كل ألوان الطيف، وهناك انسجام سياسي أيضا ما بين هذه المكونات هذا التحالف العابر، وعلى أمل أن يتصدى المرحلة القادمة وأن يحقق أغلبية مناسبة تمكنه من ذلك. وطبعا هذا سيدفع هذا قابل الآخرين للتطبيق. الكلام جميل لحد الآن سيد فادي، هذا قابل للتطبيق. اليوم نعرف أكو أزمة ثقة عيش الشارع، وبكل صراحة هذا ممكن أن يطبق؟ نعم، ممكن احنا نعتقد يجد أرض خصبة من قبل الكتل الأخرى. والله لحد الآن الأشياء مطمئنة ومبشرة أيضا، يعني الردود التي سمعناها من القوى السياسية التي تنسجم وننسجم معها. لن ننسى انسجام. احنا الان يعني انسجام له ختام حد العفو ختام ان شاء الله واحد أكيد. مع تحياتنا طبعا يتفضل الاستاذ حازم رحب بي يعني. حيا الله، حياك الله استاذ حازم. الله يرحمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل الهلا، اهلا ومرحبا. شلون الطريق؟ تاخرت علينا شويه. لا شوي يعني اليوم خميس الحمد لله. الله بالخير والعافيه، يعني الناس متفائله واحتفالات وعراس كل زين الحمد لله، يعني علامه ايجابيه. هذا الزحام الايجابي احنا ايجابي. نعم أكيد. نعم سيد فادي، قلنا اكو تفاهمات او اكو تفاؤل، خلينا نقول هناك تفاهمات بدات الان ترتب يعني او تنضج مشروع الاتفاق والتفاهم مع البيت الشيعي حصرا. لا يعني مع البيوتات السياسيه الاخرى. من كان اكثر الأخرى استجابه؟ يعني هسه ما راح ادخل بالاسماء، لكن بخطوط عريضة. بخطوط عريضة احنا مبنيين على من ينسجم معنا بالمفاعيل الشيعية والسنية والكردية، الذي ينسجم بالخطاب، الذي ينسجم بالمفاهيم، بعيدا عن من يمتلك او من يروج لغة السلاح للغة التهديد. واعتقد يعني للجمهور واضح. وهذه المواصفات تنطبق على من تحديدا؟ اليوم اغلب الموجود بداخل الحكم هو متهم. شوفوا، لا هو الكل مرة متهم، مرة بمال سياسي فاسد، مرة بسلاح، الكل متهم. ولذلك احنا اليوم يعني واحدة من يعني تحدياتنا انه أزمة الثقة ما بين الناس وما بين قواها السياسية. وعلى هذا نعتقد انه هذا واحد من الحلول، يعني لانه الناس كانت تجي تنتخب سين وتنتخب صاد وتنتخب، بس حتى سين وصاد الزين والموزين هذا هو مضطر ان ياتي لفورة الحكومه، لانه ما تشكل حكومات هي بحاجه الى النصف زائد واحد يعني ودائما. لذلك نقول احنا الان نريد ان نشكل تحالفا عابرا يحقق ارقام جيده تؤهله بشكل او باخر، وقد يحتاج شريك او لا يحتاج فيما بعد الانتخابات، لكي يستطيع ان يذهب باتجاه عمليه تشكيل حكومه حتى الناس تحاسب وتعرف من تحاسب. الان المشكله يعني اختلطت الاوراق واختلط الصالح بالطالح، الزين والموزين. الناس ما تدري والناس حقها. يعني لانه حتى اللي يريد يقدم يجي يصطدم بطبيعه الواقع السياسي اللي فاقد يعني لكل مكنونات القران. دائما اقول انه احنا الان لازلنا لم نستطع أن نؤسس دولة حقيقية فاعلة، لأن أركان هاي الدولة بعدها هامشية. عندنا سلطة، وهاي السلطة تحاول أيضا بقدر الممكن أن تمسك سيادتها على باقي الأرض. طيب حياك الله سيد حازم من جديد. لنبدأ من حيث انتهى السيد فادي. نعم. من الممكن اليوم أن يكون لدينا تحالف عابر للطائفية فعلا، ننتهي من فصل المكوناتية أو النفس الطائفي؟ هذا قابل للتطبيق اليوم على أرض الواقع؟ أول مساء الخير ست حياك سام والصديق العزيز أستاذ فادي والسادة المشاهدين، شكرا على هذا اللقاء. يعني بالفقه السياسي النوايا ما تحسب، الأفعال تحسب. يعني إحنا بالسياسة نحلل الأفعال، نحلل النوايا صعب إنه تجين تحلليها. فلو سوف مؤشر قياسي للانتخابات السابقة، أعتقد من بعد 2010 صار أنه النفس عابر للمكونات، عابر للطائفية، عابر للمذهبية، أيا كان حقيقة بالنسبة هذا بالنوايا لو بالتطبيق؟ لا بالتطبيق إعلان رسمي. بدي أقول أنه الانتخابات 2010 2014 و18 هذا الأصوات واضحة. أصلا في 2018 قالوا قياديين على درجة عالية من الأهمين، قالوا إحنا خسرنا أو فشلنا، مخسر فشلنا في إدارة الدولة ولازم نغير حساباتنا.
ولكن تأتين بعد الانتخابات وخصوصا عندما تفرز النتائج يعني التي هي مشكوك فيها أساسا والتزوير والتلاعب تضيع هاي المفاهيم، وخصوصا أيضا عندما يأتون إلى القبة البرلمانية الموقرة اللي هي أسمى أشياء العمل الديمقراطي، شوفين الصفقات وشوفين المساومات وشوفين التنازلات على شنو؟ والله خلينا نعبر هاي المرحلة، ما صار 17 سنة إحنا في خلينا نعبر هاي المرحلة وبعدين حتى ذوي النية وأنا ما أعرف النماية والأفعال الصحيحة يضيعون بهذا الزحام الغير صادق بكلام الجمهور والمنافق سياسي عندما يتكلم شكل وبعد قبل الانتخابات شكل وأثناء الانتخابات شكل وأثناء التحالفات والتكتلات شكل عندما توزع الحقائب شكل والدرجات الخاصة شكل والبعثات الدبلوماسية كلها يعني كأنما يراهنون على نسيان الشارع العراقي أو مجموع الشوارع العراقية المنتمين إليها. هو هاي النقطة الأساسية. أنا آسف لأنه شوي بديت تفاؤل بالسؤال عن الزحام بس شيء من التشاؤم ولكن هاي يسموها الواقعية السياسية. أنا أتكلم من واقعية وقلت ذاكو قياس قلنا لشفنا أنه الكلام كثير عن العابرين للطوائف والمكونات ولكن عندما تحق الحق ويكون ساعة الصفر في التوزيع والتكتلات لا الأمور تختلف وخصوصا ب 2018 شفت المحطة الجذب بالتكتلات والفرز والابتعاد جدا سريع السني ويا الشيعي الشيعي ويا السني والمدني ويا الإسلامي وبعدين ينفرزون من كيفهم ما يختلط المي ويا الزيت صعب جدا زين هذا على صعيد الكتل اللي خلينا نقول التقليدية أو المهيمنة حاليا لكن اليوم أكو تفاهمات غير معلنة أيضا لبعض الكيانات الجديدة أو الكتل المشكلة حديثا للدخول في قائمة واحدة ربما بشعارات أخرى جديدة عابرة أيضا للطائفية هذا ممكن ينجح أنا مع أنه الدماء الجديدة تكون موجودة وبكل تأكيد يقينا أنه أحداث تشرين 19 يعني لها بصمة في الواقع السياسي ولكن تريدين أنا كمتخصص في هذا الفقه السياسي أقول أنه رح يصير تغيير واضح أنا أقول لا لأن عملية التغيير هي عملية صيرورية تدرجية يعني ليس الانتقال من وإلى قفزة واحدة هو نمو وعي حتى يكون متفائل أيضا في الإجابة الثانية أنه وعي المجتمعي وحتى الوعي السياسي من 2005 لحد الآن اختلف وإن كان على مستوى الأفراد يعني حتى يعني راهنت على مجلس النواب اللي كان موجود أو اللي ما زال هو موجود بالسلطة بالقيادة التشريعية هو إيجابي ببعض الملامع على مستوى حتى الأفراد وهذا كان غير موجود عام 2005 عام 2010 وهكذا في عملية التحول سألتيني على أنه الأحداث تكتلات قد تأتي بجديد نعم ولكن الحرس القديم ما زال موجود لا يستسلم لا يرفع الرأي البيضاء مكتسبات وحقوق وواجبات ويقولون هذه حقوق شارعنا ومكوننا وهذا الكتل الجديدة راح تكون منافس أم مشارك بهذه العملية العملية القادمة نعم العملية هذا سؤال جدا مهم هي منافسة إذا كانت قادرة على تعديل ما نقول تعديل أعطاء بصمة إصلاحية ولكن تكون مشاركة إذا كانت ضعيفة في إطار القوة العام الذي يسود المناخ السياسي بالهيئة أو المؤسسة الحكومية طيب سيد فادي إذا عندك تعقيب وأيضا هذه الكتلة العابرة للطائفية ممكن أن تضم كتل جديدة نعم يعني الآن فتحنا كثير وفتحنا أيضا من كثير من القوى السياسية الجديدة لا تنسين أنه أكو أكثر من يعني الآن احنا راح كأحزاب سياسية مسجلة بشكل رسمي راح نوصل عتبة 300 حزب مسجلة بشكل رسمي في اللهم زد وبارك الانتاجات تشرين أكثر من لحد الآن أعتقد 27 حزب نعم طبعا 4 سجلت بشكل يعني نهائي رسمي و 24 إلى 26 هي تنتظر يعني أيضا طيب. احنا أمام 30 حزب جديد هو من إنتاجات يعني ما بعد تشرين وهناك بعض القوى هذا صحي سيد فادي بالتأكيد مو صحي ولذلك بالتأكيد مو صحي لا مو صحي
يعني 300 حزب في بلد مثل العراق. يعني فيما يخص التكتلات الجديدة. التكتلات الجديدة. هو لذلك إحنا. ليش إحنا نطالب بدماء جديدة ونتحدث عن عقد جديد. جيد. لكن بالنتيجة ليش أنا أقول يعني أنا شخصيا كنت أتمنى على تشرين أن تكون بلون واحد وتنزل بشكل موحد. بكيان واحد. بكيان واحد على الأقل. حتى تبدأ هي إطار المنافسة. صحيح. ولا تتنزل 30 حزب في ضوء دوائر متعددة. أنت ما يخدمها انتخابات. هذا التشظي. بالتأكيد التشظي ما يخدمها. بالتأكيد. الأحزاب التقليدية والأحزاب اللي هي حاضرة الآن قوية بالساحة هي عندها لغة أرقام وتعرف شلون توزع أدواتها وآلياتها وبالنتيجة أيضا هي ستكون الحاضر القوي في قادم الأيام. وهنا راح تفقد القوة التي نتجت عن تشرين عنصر المنافسة لأن تكون هو عنصر مشارك. جميل التعبير اللي استخدمتي منافس أو مشارك وراح يصل إلى مرحلة تجوز مشاركة. على أي حال ولذلك إحنا نشوف أنه هاي التحالفات الكبيرة بما أنه إحنا عندنا فوضى حزبية كبيرة 300 حزب فعلى الأقل خلنا نذهب باتجاه تحالف يجمع أكبر قدر ممكن على أمل أن يتحول مستقبلا في السنوات القادمة إلى حالة حزبية واحدة مثلا يعني هواي أكو الآن مثلا في أمريكا الحزب الديمقراطي الأمريكي هو بالحقيقة مو حزب واحد هي مجموعة أحزاب ومنظمات وشركات تصل إلى 7223 عنوان بس قيادته يعني كلها متحالفة تحت قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي والحزب الجمهوري أيضا هو عبارة عن 5310 و15 تقريبا 5000 وكسور عنوان ما بين أحزاب وشركات ومنظمات ومراكز دراسات وأحزاب صغيرة وشخصيات مستقلة كلها كونت تحت عنوان وتحت مظلة الحزب الجمهوري فنسعى ضمن هذا التحالف الجديد في أن نكون عنوان وأن يكون مظلة تشترك فيه المفاعيل المنسجمة المفاعيل التي يعني تؤمن بالدولة وليس بصناعة دولتها الخاصة كما فعلت الكثير من القوى والأحزاب أيضا. نعم بالتأكيد ويعني بالنتيجة هناك من فاتحنا وهناك من نحن فاتحنا من القوى الجديدة كيانات من الساحة من ساحة التحرير نعم بالتأكيد يعني ساحة الأحزاب التي تشكلت حديثا زين. على أمل أن تكون هذه مظلة كبيرة وتنسجم أهدافها تنسجم مشاريعها تنسجم لونها خطابها منهجها المتى الكيف الأين ذني العناوين الأساسية هذا راح يؤسس لعقد اجتماعي جديد من هذا يؤسس إلى عقد اجتماعي جديد البعض يقول هذا يعني ربما شعار فضفاض هذا شلون يطبق يعني هو شوفي بالتأكيد هو لازم يطرح المشروع ثم تطرح الأدوات ثم يطرح المنهاج ثم يطرح البرنامج وعلى أثر هذا يتحول إلى شيء فعل هي مو دقمة ندوسها يعني حتى نحول إلى شيء إحنا ما نريده أنه شنو إيجابيات الـ 17 سنة نجي نأخذها ونضج بها أو نرسم بها ملامح المشروع الجديد حتى على الأقل نعالج إخفاقات الـ 17 سنة في من يقوم الآخر. بالتقييم كتل رؤساء الكتل نواب الدولة التقييم أنه نأخذ الزين و ما ناخذ الموزين خلال 17 عام يعني بالتاكيد شكو شيء زين صار الذي لا يختلف عليه العقلاء وهي اكو كثير من الاشياء زينه بس هي غابت في اطار حاله الفوران في حاله الفوضى يعني الاعلام الغير ممنهج بدت هواي اشياء ضاعت هواي اشياء زينه ضاعت وايضا بالنتيجه طغيان القضايا اللي هي الموزينه يعني الاشياء السلبيه فإحنا نجيب الأشياء الإيجابية التي يتفق عليها العقلاء على أنها إيجابية ثم نؤسس إلى مرحلة قادمة من خلال معالجة الإشكاليات التي رافقت العملية ولا ننسى أنه يعني الفترة السابقة هي ما كانت فترات يعني العراق ما كان عنده استقرار سياسي في سنة من السنوات الطائفية وصلت 67% يعني كان شعب كله طائفي عمليا أغلبية طائفية يعني هذا الاحتقان الصراع الأمريكي الإيراني الاحتقان الداخلي شيعة السنة التنظيمات العالم كله مخابراته كانت في العراق العراق كان يعني ساحة حرب ساحة تصفية حسابات دولية وإقليمية
هذا بالنتيجة يعني أعتقد أنه كثير من المراقبين، كثير من القوى بدأت تدرك على ضرورة يعني الاستفادة من الدروس السابقة وبناء شيء جديد ينضج النظام السياسي ويطرح آليات ومناهج وبرامج جديدة. طيب نشوف رأي سيد حازم، عندك تعقيب على موضوع؟ والله أستاذ فادي يعني هو عهدت بكثير من الأسئلة بتصريحاته أو بأفكاره وهي إيجابية حقيقة، مو مدحن بي أنا حتى برا أحكيها. أولا الأمنيات في أن تكون الأحزاب بكتلة واحدة أيضا بالفقه السياسي ما يعول عليه. أكو شيء في دول الجوار يؤخذ به، في مصر وفي تركيا، أن الحزب لا يمكن أن يكون ضمن المؤسسة الحكم إذا ما يحصل 10% من أصوات الانتخابات، وبالتالي إذا ما حصل فأوت يطلع خارج، إذا حصل يبدون يحسبوا له من هذا العدد إيش قد مقاعد عنده، وبالتالي عندنا ضابط قانوني إذا ما اعتمدت العراق عليه يكون أفضل من الأمنيات. هذا لح يجتمع أو لح يتكتل أو لح يكون قريب أو منافس. تركيا أيضا. تركيا ومصر. تركيا ومصر هي الدول التي تأخذ بهذا الشيء للحد من الفوضى الحزبية، وبالتالي هناك أحزاب موجودة قادرة على ممارسة العمل السياسي حسب حجمها الاجتماعي والسياسي بنفس الوقت. أما بالنسبة إلى الكتلة التشرينية ليس بالضرورة، هذا رأيي الخاص أنا آسف، ليس بالضرورة من خرج أن يكون حزبيا أو سياسيا محزبيا أن يمارس السياسة، لأن الرأي العام جنابش تعرفين متعدد ومتغير، وبالتالي ما أقدر أن كل رأي عام واحد بالمجتمع أخليه سياسي. المفروض من القوى المتحركة الاجتماعية اللي تحركت في تشرين أن تبحث عن شخصيات معتدلة، والشخصيات المعتدلة تطرح نفسها عليها وأن تتحقق حزبية باسمها ومرجعية هذه الكتلة التشرينية نسميها. ما مؤمنين اليوم بالأفكار الشابة اللي موجودة بالتشرين؟ لا لا مو الإيمان، العمل السياسي هو أم يحتاج لنضج سياسي وخبرة سياسية وآباء ست ختام. العمل السياسي في إدارة الدولة، وبالتالي كفانا أن نكون حقل تجارب، عذرا للكلمة الفئران، صار 17 سنة ترى تعلموا بينا أو تمارسوا بينا وزادوا خبرة قوة سياسية اللي كان ما يعرفون العملية السياسية. كلها كانت قوة معارضة. والله أنا إلي واحد قال لي قابل عندنا احنا عصا سحرية احنا نجرب. قلت له ما معقول تجرب إدارة الدولة، فاحنا نرجع نجرب؟ هذا مو صحيح. ولذلك نصيحة أنه هذه الكتلة التشرينية بشبابها بنسائها بأبنائها أن تبحث عن شخصية أو جهة تتبنى أفكارها وتكون هي مرجعيتها حقا يعني صدقا، وبالتالي تمثله يعني، وهذا موجود بالعالم كله يعني. أكو ناس تمثل جانب من المجتمع وتمشي. لذلك العمل السياسي صعب جدا يعني. الأستاذ فادي يقول نبحث عن إيجابيات ونترك السلبيات، ما هو أنا الإيجابية الأستاذ فادي ويعتبر إيجابية، أنا كطرف يعني أمثل يعني مثلا طرف سياسي أقول لها سلبية. لو كان هناك اتفاق عقلاء كان ما وصلنا لها المرحلة. هي المشكلة أنه أنا ما أحط حسن نية دائما، أحط سوء نية، لذلك المشاريع تعطلت، القوانين تعطلت على أنه هذا الشيء راح يعود بالنفع إلى الآخر. ولذلك قلت بالبداية، قلت أنه الكلام قبل الانتخابات شكل، وأيام الانتخابات شكل، وبالفرز شكل، وبقبة البرلمان شكل، وبتوزيع المناصب شكل، مهما هو مهما كم مصداقية نفاق ده يصير. وبالتالي يعني مؤمن أنه أكو قوى سياسية عراقية وطنية حقا لا مناص، ولكن نضيع بخلطة الأوراق هذه. فشون أجي أضمن هاي رؤى يعني المفروض أن تكون محددة بالورقة وقلم وما بها مجامل وتضع عليه نقدر ما نقدر إحنا فاشلين أنا نسحب. يعني مثلا النصر قالت أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فسوف تنسحب الانتخابات. إذن هي عندها رؤية وتشوف أن الرؤية ما تطبق. أنا أعتبر هذا انسحاب إيجابي على اعتبار أنه لو كانت موجودة، يعني ما أعرف في المستقبل بس هذا آخر تصريحاتهم، لو كانت في المستقبل موجودة وتنازلت بعض الأشياء عن مشروعها وقبلت بالمشروع الآخر سوف تكون في دوامة المشاركين وليس المنافسين.
وهي أصعب شيء بعدين راح تبقى الوضع على ما هو عليه. والمشارك بكل الأخطاء التي ترتكبها الحكومة. هو ماكو معيار أحد يقول لك هذا خطأ وهذا صح. الخطأ عند الآخر صح والصح عند الآخر خطأ. وبالتالي ما هو الشيء الذي نقف عنده. طيب سيد حازم، ما أنت تحدثت عن ردود فعل بعض الكتل اليوم، كيف تنظر للتيار الصدري خصوصا؟ يعني هل تعتقد أنه فعلا هو صاحب حظوة في هذه الفترة، أم هو استعجل قليلا بتصدير نفسه كفائز يعني مسبق، وربما سيشكل حكومة قادمة؟ هل هذا كان تصرف سلبي أم إيجابي برأيك؟ ربما البعض يرى أنه أنتج أزمات، واحدة من أدها أزمة الناصرية مثلا. لا هو شوف، بعيدا عن تقييمي أنه هو يعني وجهة نظر سياسية، أنا استخدم أم جنابج مصطلح الصدمة السياسية. هو أراد أن تدري بال 2003 الصدمة والترويع استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، هذا تربك بالعلم النفس، تربك الإنسان. فهو أراد يستخدم يعني حسب تحليلي متواضع مع كل جل احترامي للتيار وحياته، أنه أراد يستخدم هذه الصدمة السياسية السريعة حتى الآخر يطرح ما لديه من أوراق ويقف صامتا مذهولا. هو كان، أنا هي شقرة يعني كمتخصص، وبالتالي بكل تأكيد لكل فعل رد فعل. إيش كيف استطاع أن يحتوي الناصرية؟ ما هي الأفعال، أفعال أخرى، قد هو يأتي بفعل جديد. بس هو راح يستخدم الصدمة السياسية السريعة حتى الكل يذهب بأوراقه ويطرحها أرضا ويستسلم رأيه الشخصي أو رأي الكتلة بما يتلائم مع رؤى وتصورات المستقبل. طيب سيد فادي، شلون تلقيتم الصدمة السياسية مثل ما وصفها سيد قبل الموقف من الأخوة في التيار؟ نعم. تعليقة بسيطة حول قانون الانتخابات. نعم. وموضوعة 10%. طبعا هذا الحديث يعني هذا المقترح هو صار في حديث دائما في داخل أروقة، يعني أروقة القرار في صناعة قانون الانتخابات. وعمليا هو 1.9 سنتليغ، 1.9 هو اللي يساعد لك فقط القوى الكبيرة، صح؟ فهو يساعد على عملية اختزال القوى الصغيرة بالقوى الكبيرة. بس لأنه كنت يعني صار أكو نوع من أكو قوة جديدة نزلت على الساحة، هذا الاندفاع الشبابي ما بعد 20، هذه كلها بالنتيجة دفعت باتجاه أن يكون هناك قانون يضمن على الأقل في هذه الدورة على أن يكون هذه الألوان حاضرة في المشهد السياسي في المرحلة القادمة، صح؟ على أمل أن تكون تجربة 10% 1.9 هي أنظمة قوانين، يعني أنظمة قوانين انتخابات مختلفة. بس نحن يعني شئنا ما بينا بحاجة إلى الوصول إليها. يعني إذا مو انتخابات 24 فانتخابات 28 مثلا. لأنه ما معقول أن نبقى إحنا بهالفوضى السياسية، الفوضى الحزبية، أن يكون هناك أكثر من 300 حزب، معناته 300 برنامج، 300 شعار، 300 طموح، كلها بالنتيجة أموال. بالنتيجة هذه كلها فوضى. فمعالجة هذه الفوضى تكون من خلال قوانين انتخابية منتجة لأحزاب وقوى كبيرة ومتماسكة. ضرورات ما حصل من تشرين، وأيضا يعني المزاجات، لا ننسى كثير من التحالفات السابقة، يعني هي أيضا هي مجموعة قوى صغيرة، تحالف الفتح وغيرها مثلا أكثر من 28 كيان. فبالنتيجة أيضا لديها حساباتها السياسية في داخل التحالف الواحد في عملية يعني صناعة القانون. فأعتقد أن المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة هي ستكون ضرورة سياسية في إنتاج مشروع يعني يسد لي كثير من الدكاكين الجديدة اللي هي بعنوان أحزاب فقط. يعني ممكن جني الثمار يكون بانتخابات الانتخابات. لنسى احنا لازلنا هم ترى ديمقراطية فتية، يعني احنا بكل تأكيد. ولكن عفو استاذ فادي، ما هو الضامن بالنفس الجماهيري ان يبقى على هذا المنوال؟ يعني جنابك تعرف ان المشاركه كانت في 2018 19.5، وهذا الاندبندنت البريطانيه والعالم كله اكده. زين احنا الى متى ان نصل الى مرحله اللا مشاركه؟ ما احنا بالجامعه بالتجمعات وهذا ندفع بالمشاركه. يا اخواني بالله عليكم شاركوا، لان المشاركه يتحقق. ولكن عمليه الانتظار
ونشوف مو هذا الانتخابات بعد 4 سنين، هذا يصير إحباط مجتمعي بالمشاركة، وبالتالي تفقد المشاركة شرعيتها ومشروعيتها. إيه بس مو صار أكو رفض ل 1.9 دكتور؟ بس أنا يعني شغل بالنتيجة اضطرت القوى، هي من مصلحة القوى نعم أن تروح باتجاه 1.9 حتى تضمن حضور بقى أكبر بقاها لكن الرفض الشارع، رفض الجماهير اللي نزلت هذه النتيجة دفع ايه هذه القوى صح إلى التنازل مرة أخرى، وأن هو هناك قانون يضمن على الأقل وجود الوجودات الجديدة. ايه بس ولا يعني سؤال، لو لم تكن تشرين 2019 موجودة لكان لم يتغير المشهد قيد أملة، وبالتالي احنا لازم كل 4 سنين نسوي لنا تشرين ثانية، هي مو هذا مو صحيح. لابد أن تكون هناك يعني شيء هو المعيار، شلون المحكمة الاتحادية العليا سبريم كورت ماكو هي تفصل، لابد أن يكون هناك وقفة من كل القوى. قلت إن قبل 19 قبل انتخابات العفو 18 ما هذا سميه، وكلهم قالوا نحن فشلنا، ولكن رجعوا نفس الشيء. زين احنا شلون كل 4 سنين يعني شلون؟ والله مو هاي 4 سنين، 4 سنين الله يخليكم انتظروني بعدين رح نشوف. واحد هم بخاف الشعب لا يؤدلج، هو لا ما يؤدلج. رح نشوف انه المراكز الانتخابيه شو بها فارق، وبالتالي لا شرعيه ولا مشروعيه بكل حالاته هذا رح يحكمون بقوه القانون زين. والشعب رافض الامل، احنا ما نريد هالامل، احنا نريد ديمقراطيه. ديمقراطيه خيارات شعب، وبالتالي لابد ان تكون توليفه بين الشعب والقوى السياسيه. سيد حازم راح نرجع احنا يعني لهذا الموضوع ونتحدث بالنتيجه، راح يبقى المعيار هو صوت الناس وخروج الناس، مو اذا مصالح بار. واحنا مشكله يا دكتور حازم انه حتى مثقفينا ونخبنا دائما ما تغرق في الانتقاد ولا تذهب باتجاه المبادرة لتقديم الحلول. هذا دا نعيشها كنا أنا وأنت. انتقاد كبير أستاذ فادي. جيد هو الانتقاد، لكن بحاجة إلى نعطي أشياء حلول. أتفق النظرة الإيجابية مطلوبة بهذه الفترة، النظرة والمبادرة هذا واضح، لكن ذكرت أنه المعيار هو صوت المواطن اليوم. إذا المواطن ما واثق أنه صوته راح يذهب بالاتجاه الصحيح، هذه هي المشكلة. نحتاج لبيئة اليوم آمنة أنه آمن أختار الكتلة الفلانية، أنه فعلا راح أختار الكتلة الفلانية. شوفي ست أختي العزيزة، من ردنا سقطة حكومة عادل عبد المهدي القوى المفاعيل الشيعية السياسية قالت ياب احنا الآن كنا متهمين، والإسلام السياسي والتيارات الوطنية الأخرى، فخلي نشيلها نعطيها إلى الآخر العلماني اللي برال المدني اللي بالنتيجة أعطوها الأخ مصطفى الكاظمي وفريقه. وواحدة من الاشتراطات على هذه الحكومة التي تعبر بشكل أو بآخر عن إنتاجات تشرين هذه الحكومة، وفي أروقتهم الداخلية يقولون ذلك أيضا، وضعنا أكثر النقاط التي تم الاتفاق معها مع الأخ الكاظمي في قضية الانتخابات المبكرة، في قضية السلاح وحماية سيادة الدولة، السلاح المنفلت، حماية سيادة الدولة، الأمن الانتخابي، وهذه كانت واحدة من الشروط التي وضعت على الأخ الكاظمي في تشكيل حكومته، وقد وعد في ذلك بمساعدة الأمم المتحدة، وأيضا من خلال اللقاءات الأخيرة التي جرت مع الأمم المتحدة وأيضا مع الأخ رئيس الوزراء كانت واحدة من الأشياء الأساسية التي نوقشت أنه كيف تضمن كحكومة باعتبارها حكومة يعني اختيرت حتى تكون هي كأنه حكومة الوسط أو الفاصل أو حكومة إعادة الثقة، ما أعرف هسه نسميها، ما هي خططكم باتجاه حماية صوت الناخب؟ طبعا سمعنا كلام كثير في ذلك، نتمنى أن تترجم هذا الكلام إلى أفعال حقيقية لحد الآن. نعم يعني لحد الآن أكو ترقب حول أداء الحكومة وآلياتها في معالجة هذا الموضوع. طبعا إذا رحنا للبايومتري بالتأكيد أننا سنشهد انتخابات سليمة نزيهة 100%، لا مجال بايومتري لأنه ما يصير، يعني حتى لو أنت جايب بطاقاتك إذا ماكو وجه جديد وأكو بصمات جديدة يعني على أن ما تحرق الصناديق. هسه هذا حق الصناديق ليس البطاقات. ها هذا بالبايو بالله مو إذا ماكو بايومتري. إذا ماكو بايومتري بالنتيجة نتوقع تزوير.
طبعا التزوير الانصاف هم خلينا نحكي الاشياء بمسمياتها. تزوير المحافظات الوسطى والجنوبيه ما يصير. طبعا لانه شلون ما يصير؟ ما يصير لانه الاحزاب كلها قاعده او قدام صندوق الاقتراع مراقبيها. يعني شو منو اللي يزور سيفاد؟ لا التزوير التزوير يحصل في المناطق الغربيه والمناطق الشماليه. وانا باعتقادي انه انتخابات 2018 كانت انزه انتخابات من الاستحقاقات الانتخابيه السابقه. انزه انتخابات؟ طبعا بالتاكيد. وهذا بشهادة الأمم المتحدة بشهادة الخبراء. لكن المفوضية طلعت وقالت اكو تشكيك والسياسيين لا المفوضية ما طلعت شككوا هذا الشخص الخاسرين شككوا الخاسرين يعني شككوا لأنه كان يعني أنت بالنتيجة من الصوتين تصويت المراقب قاعد يسلم الشيت القوى السياسية والمراقبين الفائزة وغير الفائزة عنده شيتات حتى يحسب أصواته لأن هو التزوير وين كان يصير سابقا صار يصير من كان تصعد للمراكز الجمع مراكز العد والفرز بينما أنت قاعد يم صندوق الاقتراع بس أغلق الصندوق طلعت الشيتات. يعني سيد فادي اليوم اللي حرق الصناديق وكسر الأجهزة هذا الخاسر؟ لا قضية حرق الصناديق ما لها علاقة بقضية الأصوات. قضية حرق الصناديق فيها قضية يعني معنية بشكل أو بآخر في قضايا تجارية معنية بعملية استيراد أجهزة جديدة للانتخابات. طبعا هذا الموضوع يجب يعني يكون التحقيقات اللي مضمومة اللي ما حد يدري بيها وقتها بوقت حكومة العبادي إذا تتذكرون شكلت لجان ومن أعلى الوزراء بس هم انضم هذا ما أعلن عن نتائجه. لكن المؤكد لانه احنا عندنا ماكينه في الحكمه عندنا ماكينه انتخابيه واعتقد انه ماكينه محترفه احنا جمعنا شيتاتنا اصواتنا من كل العراق فبالنتيجه جينا سوينا عمليه تحليل نعم تاخرنا اكثر من شهر بيها شيتات كل صندوق يطلع شيت شنو كانت النتيجه نتائجنا يعني اوكي وين صار عمليه الاختلاف البسيط اللي هذا نعتقد اللي هو هنا كان تزوير 5 إلى 7% اللي هو انتخابات الخارج وانتخابات المحافظات الشمالية الآن انتخابات الخارج على الأكثر ستلغى نهائي لأنه شنو مثلا شون هي انتخابات الخارج مثلا أنا في كربلاء أنا حسب حساباتنا في الحكمة أنه إحنا مقاعدنا يجب أن تصل إلى 26 إحنا أخذ من عندنا 6 مقاعد شلون أخذ من عندنا 6 مقاعد أنا في بابل مثلا كان المفروض يجيني بعد مقعد فرق 157 صوت مين جابوها؟ جابوها مثلا من مركز من مراكز طهران أطوها للقائمة المنافسة اللي بال 157 أطوها 200 صوت صعدت أخذت المقعد في كربلاء في النجف 1750 صوت أطوها لقائمة منافسة إلي طبعا بدون مسميات هذا كله بانتخابات الخارج تقصد انتخابات الخارج كان هذا يعطي 500 هذا يعطي يعني أنا مجموع اللي خسرته حتى خسرت 6 مقاعد أنا مجموع خسرت 5200 وكسور خسرت 6 مقاعد بيها شوفي في كل العراق 5200 وكسور خسرت بيها 6 مقاعد مين جت إذن ال 5000 أضيفت إلى الآخر أضيفت من قبل انتخابات الخارج إلى بعض القوى والأحزاب بالنتيجة أخذت هاي الست طيب مقاعد. خلينا نشوف رأي سيد حازم فعلا كانت الانتخابات نزيهة وربما اقتصرت على المناطق الغربية والشمالية وتصويت الخارج مثل ما ذكر سيد فادي لا أنا هبدي من السيد فادي قال أنه القوى الإسلامية والشيعية والضطة الليبراليين نقول علمانيين الليبراليين ما أعتقد بهالصورة لأن يعني كان سيد علاوي ورفض سيد الزرفي ورفضه عندهم خيار كان خيار ثالث ويعني كان على شفا هاوي فتمسكوا بالسيد الكاظمي وهسه هم يمكن كم قشر موز يذبوله جو رجله حتى ماكو لا باعتبار يعني الكاظمي يعني ما عندهم تعاون الكاظمي هو من خارج الطبقه السياسيه هو سيد علاوي هو خارج وعدنان سيد علاوي ابن الطبقه السياسيه ابن الوفاق الوطني هو وزير مرشح وزير ما عنده حكومتين يا يعني ما مرشح بالانتخابات مو تقول الليبرالي مرشح ايضا شلون لا لا في وقتها او سيد عدنان الزرفي يعني ممكن ايضا ابن الطبقه ولكن السياسية. خشوا من ان يكون الطوق كلش ضيق عليهم
يعني هي شقرها، وبالتالي ذهبت الى السيد الكاظمي. السيد الكاظمي ابن الطبقه ولا مو ابن الطبقه السياسيه؟ هو هم جايبه يعني الطبقه السياسيه، لا هم جايبه بالتوافق ابن الاحزاب لو مو ابن الاحزاب، هو ضمن الرؤيه الحزبيه. لا ضمن يعني هسه مثلا عدنان الزرفي كان قبل تاريخ الدعوه سعد فادي كل المناصب، علاوي كان ابن الوفاق صار له 40 سنه مو مثل انا صار لي 15 سنه يعمل مع سيد برهم صالح وغير ضمن المعارضه، يعني هم ضمن المناخ السياسي، يعني ما جاء هو خارج الرجول، يعني هو ضمن المناخ السياسي. هاي رئيس الوزراء جاء بتوافق الكتل السياسية، جاء بتوافق الطبقة السياسية. لا نعم، لأن الطبقة السياسية أعطت صوتها، أعطت صوتها لمن هو خارجها، قالت لعمي أنت مو صار لنا هاي الطبقة التي تحكم اليوم، مو صار لكم أنتم 15-17 سنة تنتقدون وتجلدون القوى الحاكمة شيء، هذه على طبق من ذهب، الجمل بما حمل، أخذوها وقودوا أنتم هذا البلد وخلنا نشوف هسه يدبرها ما يدبرها، مو بعد مو قضيتي أنا، بعد قضيتي أمارس العمل السياسي في الجمل بما حمل السيد الكاظمي تقصد؟ أكيد، لأنه هو حتى وزراء هو اختارهم باستثناء اثنين، يعني وزراء الأكراد كل وزراءهم هو اختاره. هسه الجمل متفقين عليه، خلينا نقول هو السلطة بس الحمولة وين؟ بلا حمولة، ميزانية فارغة، كورونا، سلاح منفلت، كتل متشظية إلى آخره. ست العزيز هو قبل هذا، هو ما جاي من الفضاء. كاظمي هو كان رئيس جهاز مخابرات لسنتين، يعني عنده هذا كله واضح، وكل اجتماعات الحكومة هو حاضر ويدري كل زين البير وغطاء، بس بالنتيجة من اجى عرضت عليه الأشياء أيضا هو قبل بها فوق الظلم، فبالنتيجة من قبل للتصدي وهو أيضا موقف شجاع. سيد فادي هذا الموقف ربما يعبر أنه اليوم الثقة انسحبت قليلا من السيد الكاظمي، انتم كنتوا داعمين جدا. لا لا زلنا داعمين لحكومته، يعني احنا لعله الكيان الوحيد اللي هو يعني هو ينزف من الداخل في الحكومة، لكن بالنتيجة هو الرافع الراية الوحيد باتجاه عملية الدعم، حتى الآخرين اللي هم الآن دي يستهلكون الكاظمي وحكومته بالنتيجة هم بالعلن هم ضد، لكن بالباطن هم اجتماعات وترتيبات وتنسيقات ومصالح وبالنتيجة معارضة يعني إعلامية فقط مواقع. طيب نعم. حتى نستثمر الوقت، سيد حازم كانت الانتخابات نزيهة؟ لا هو يعني المؤشرات قد تختلف، ولكن يعني خلي أذكر سيد فادي بأن ما رجع محافظة حتى للتتار علي أكثر من المحافظة يا محافظة لا سميها ضروري كركوك نعم هو ده أقول الشمالية يعني والغربية عندنا مسألة فعلا بالمحافظات الجنوبية ما كان هناك تزوير، هذا الشيء مفرح يعني أنه التزوير صعب. ليه صعب؟ لأنه كل صندوق قاعدين قدامه كم حزب بالمحافظات الجنوبية؟ 20 حزب قاعدين 20 مراقب فاتحين حلقهم وعيونهم، أي واحد يلعب بشيء صعب، لذلك الشيت بس يطلع يقوم يستنسخ على هاي الأحزاب بعد ما تقدر تلعب شيء. ومو بس هذا، يعني أكو قوة مسلحة في بعض المحافظات منعت المراقبين أن يدخلوها بالمحافظات الجنوبية، ما صارت بالوسطى والجنوبية أنا دا أقول الآن، وبالتالي قد تكون لا أخو احنا مو مسلحين يعني هذا يفيدنا الكلام بس واحد هو يحكي الإنصاف الإنصاف هو أنه قوة سياسية قوة مسلحة ما خلت أو كانت ما صارت الوسطى والجنوبية ما صارت تتثقف إلى جهة معينة. ثانيا عملية في بعض أطراف الهكر اللي هو يدخلون على الجهاز هي مو شغلة شيت بس استاذ فادي أعتقد، لأنه حتى شككوا بجهات الجهاز فتحت الانتخابات الساعة 8 لو 7 هو الأكل الأجهزة العشرة ما اشتغلت عطلت، هي مو شغلة إنه بس البايرومتر ترى أكو لا هو طلعت الأجهزة معروفة الشركة معروفة ما هي على البايرومتر. إحنا أنا عرفتك أنت رجل مهني ودقيق الأشياء، يعني من عندي 2% هذا مو معناته 98% صحيح، فلذلك خلينا نتفق يعني على هذه السلبيات حتى نعالجها. لا مقصدي مو هاي السلبي، 2% من تصير هي المعيار مال 98 هذا يظل المقابل. لا أكيد بس نحن نتكلم على سلبيات أقول اليوم يعني كأجهزة كشيتات ما لها علاقة بإرسال القمر اللي هو صارت المشكلة في كركوك. نعم لأنه ليه صارت المشاكل في كركوك وبالخارج؟ نعم لا بكركوك الخارج كان تصوير يدوي شو اسمه وبيعة يعني لأنه الصندوق كان يطلع الشيت من قرة الأحزاب الشيت وقارنة ويا النتائج اللي وصلت للمفوضية عبر القمر هنا صارت المشاكل. لا تدخل ليش؟ لأنه أنا ما طول حزب عندي الشيت ما يقبل غلط
لأنه يطلع من الصندوق نفسه. زين. ولذلك أغلب القوات تحاول قدر الإمكان إنه مراقبيها موجودين حتى تحصل الشيت. قوتها بالشيت، لأنه إذا أكو اختلاف صوت واحد، صوت واحد فقط عن النتيجة النهائية، أنت تطعن هذا كله يلغي. طيب حتى نستثمر الوقت سيد فادي، مر الوقت سريع والكلام أكيد مهم في كل ما طرحناه. سيد حازم، الأهم من كل هذا إحنا خلينا نتحدث بالقادم، يعني راح تكون فعلا عندنا انتخابات حرة ونزيهة في ظل كل المعطيات الحالية؟ طبعا يعني أعول على الدور الأممي. إذا كان الدور الأممي موجود، خصوصا أن الحكومة طالبت بإشراف هذه المرة وليس مراقبة. لا لا، هسه المجتمع الدولي هو اللي حاضر، يعني المجتمع الدولي، حتى قوى لا سلاح اللي ما عدا سلاح. لا، هو المجتمع الدولي، احنا الحكمة نطالب بقوة في أن يكون الدور. أنتم برا السعادة فادي، أنتم معتدلين، هو بفائدة قوة الاعتدال بكل الأقصى اليمين الأقصى اليسار بالاتجاه السياسي، ولكن المجتمع الدولي بعد 2018 أيقن أنه المراقبة أو مزج الجهد الأممي لابد أن يكون حاضرا، لأن شاف صارت في 2018 واللي هي احنا بالعربي نقول ما تلبس عليه عباية. صحيح. فأنا أقول أنه أعول على الجهد الأممي هذا بالأساس، وأعول على الوعي الشباب اللي هو قادر على التغيير، أن ينزل للساحة وأن يحدث سجله ويحدث بطاقته، وأن لا يعتمد على الـ 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 الكلام الجمعي، لأن مو شرط كل ما يقال صحيح، هو خلي يختار بنفسه، وهذا أخير اختيار أنا بالنسبة لي، أخير فرصة. بعدها أتمنى أن تكون الصح، يعني الإصلاح جاهز، ولكن أيضا بالفرضيات إذا كان العكس فالهاوية لا قدر الله موجودة. طيب، لكن للآن إحنا دا نصطدم بعقبات. هسه خلينا من السلاح المنفلت والمال السياسي الفاسد، يمكن تحدثنا كثيرا بهذه المفصلين تحديدا. موضوعة الاقتراض، أنه الانتخابات اليوم تحتاج إلى اقتراض آخر، هذه مشكلة أخرى تواجهنا. شو تقول سيد فادي إذا تشاركنا الحديث؟ صحيح، يعني هي واحدة طبعا، يعني واحدة من المشاكل الآن الحكومة اللي مساءلة عليه، أنه في قانون سابق أكو كان مبلغ، جزء من المبلغ كان من المفترض أن يحول إلى المفوضية لكي تبدأ إجراءات التعاقد. ولأنه ليش؟ يعني لأنه جدول العمليات لمفوضية الانتخابات هو بحاجة إلى 7 أشهر حتى يكمل من أي تزت تحديث. زين، يعني التعاقدات، الأوراق، الذني، الأجهزة. لا ننسى أنه أغلب المعامل بالعالم هي بسبب الجائحة هي مغلقة. يعني الآن إذا تريد توصي حتى على القضايا البسيطة اللي قبل كان يوصلك ب30 يوم، الآن 90 يوم. لذلك كان جزء من المبلغ اللي ضمن في قانون الاقتراض السابق كان من المفترض، اللي هو ضمن إلى مفوضة الانتخابات، كان من المفترض أن يحول للمفوضية. للأسف الشديد قبل يومين أو 3 أيام اكتشفنا أن الحكومة لا زالت لم ترسل هذا المبلغ، وهذا مؤشر سلبي على الحكومة. هي تريد بالشهر السادس عليها أن تلتزم بجدول العمليات. قانون الاقتراض الجديد، يعني بالنتيجة هي الحكومة تقول لك أنا ما عندي فلوس الآن، ما عندي هم أبواب لاستكمال عملية التمويل للمفوضية. فتقديري مجلس النواب ملزم، ما عنده خيار آخر إلا أن يعني يدفع هذا القانون الجديد، لأن الحكومة راح تتهم مجلس النواب إذا ما يقر هذا هو القانون. المعرقل أنه أنت تعرقل حتى ما تصير انتخابات. وطبعا هذا للأسف، يعني الحكومة تحاول قدر الإمكان أن ترمي ببعض الأشياء اللي هي يعني تواجه عراقيل بها في ساحة مجلس النواب. لكن هذا الموضوع حقيقي سيد فادي، يعني هي ما تقدر اليوم تقر قانون بدون الرجوع إلى مجلس النواب. لا، مو هو مشكلة مو بس بالقانون، يعني أنا أريد فلوس، أنا يكون أروح أحقق إيرادات. الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لحد الآن ماذا نشوف؟ وين نتائجها؟ وين جدول عملياتها؟ يعني احنا وايد صعب تحقيقها، لانه صعب تحقيقها. يعني انطت شعارات ثاني الورقه الاصلاحيه، العفو استاذ فادي، تماما يعني هي اوراق سابقه وليس جديده. ولكن مساله التمويل، ترى فرنسا لوحدها تبرعت بمبلغ كبير جدا للعراق في هذا الجانب. نعتقد في وقت الجد أنا أعتقد المجتمع الدولي سوف يكون حاضرا في هذا التمويل. لا، هو يعني بالنتيجة الآن إحنا بحاجة إلى أموال حتى تبدي المفوضية. الانتخابات سوف تكون بموعدها. طبعا هي عمليا أعتقد 280 مليون دولار
هو قيمة يعني 240 إلى 230 240 إلى 280 حسب اعتبار أنه أكو أجهزة جديدة. هي ما تحتاج المفوضية للقيام بالاستحقاق الانتخابي. هناك تفكير جدي الآن أنه حتى نختزل أيضا المصاريف ونختزل هاي التمويلات أن نذهب باتجاه أن تكون هناك انتخابات اثنين، انتخابات نيابية وانتخابات محلية. والآن هذا الخيار بدأ ينضج، يعني بدأنا حواراتنا مع قوى سياسية وبدأ هذا الخيار ينضج ويأخذ رواجا، وبالنتيجة حتى هم نختزل الأشياء لأن الحكومات المحلية أصبحت الآن حكومات يعني عمليا ما أدري إذا كانت فاقدة للرقابة الداخلية وبعضها أصلا يقول فاقدة لشرعيتها. واثنين المحافظ والإدارات المحلية أصبحت وحدها بلا رقيب، لذلك عمليات الفساد الآن الباب مشرع لها بشكل كبير في ضوء غياب المفتشيات، في ضوء غياب بعض أجهزة الرقابة. فلذلك الآن تفكير جدي باتجاه نذهب باتجاه انتخابات نيابية وأيضا انتخابات محلية في نفس اليوم. وهناك من يطرح أن نسويها في نفس الأسبوع، يعني فروقات يومين أو ثلاثة، بس نعتقد أنه يعني التحشيد للمشاركة سيكون صعبا. في نفس اليوم هو أفضل للنظام، أفضل للحياة السياسية، أفضل للقوة السياسية، وأفضل للناس أيضا هي حتى تطلع في نفس اليوم. حتى التكاليف ممكن أن تقل أيضا بالتأكيد. يعني إذا تسوي اليوم 240 أو 250 مليون دولار، بعد ما أحتاج 250 مليون دولار لانتخابات مجالس. طيب سيد فادي، بسؤال أخير أرجع للصدمة السياسية اللي احنا أخذنا الحديث يمكن باتجاه آخر، صدمة سياسية للتيار الصدري اللي تحدثنا بها قبل قليل، ثم هل تحالف عراقيون اليوم سيكون منافس شيعي قوي حتى أمام التيار الصدري؟ يعني بالتأكيد كل قوة سياسية هي لها الحق في أن تعلن ما تتمناه، ما يعني تريد أن تقول إليه يعني في مستقبلها السياسي، وهذا حق طبيعي. تبقى التكتيك يختلف، المناورة تختلف، طريقة الخطاب، يعني الأشياء إذا كانت مثالية أو كانت منطقية، هذا كلها يعني يتلقاها المراقب ويتلقاها النخب وتتلقاها القوى المنافسة أيضا بدراسة. طبعا لا أريد أن أدخل في هل يعني سيحققون أو لا يحققون، يعني بالتأكيد هذا سيكون الصندوق الانتخاب هو الفيصل في ذلك. لكن في المقابل أيضا قوى سياسية كثيرة بدأت يعني تأخذ ذلك بالحسبان، خصوصا القوى التي تنافس ولديها ضدية مع التيار الصدري، بدأت تأخذ ذلك بالحسبان، ولذلك بدأت تبني تحالفاتها لتحقق أرقام. نحن في الحكمة لعله يعني بالنتيجة نحن أصدقاء الجميع، وضعنا نفسنا في نقطة التوازن خصوصا في هاي المرحلة، مرحلة ما بعد حكومة عادل، عراقيون والقوى التي فاتحناها في المفاعيل السياسية الشيعية، المفاعيل السياسية الكردية الحاضرة بقوة، شراكة الأخوياء، يعني كان هناك قبول قوي لأن ننشئ تحالفا سياسيا وطنيا كبيرا سيكون هو الأول في الحياة السياسية العراقية ما قبل الانتخابات. يعني احنا طرحنا هذا الموضوع بال 2016 ما كانت الأشياء مواتية، لذلك دخلنا فرادة في الانتخابات ثم بدأنا في لملمة هاي الأشياء، وبالفعل انبثق الإصلاح والبناء. لكن التفاف الأخوة في الفتح وسائرون وتحالفهم في حكومة عادل عبد المهدي عمليا فلش الإصلاح وفلش البناء. الآن نريدها ما قبل الانتخابات مع قوة منسجمة، مع يعني شخصيات لديها لغة مشتركة. في ظل هذه الدعوات والرؤى راح يكون البيت الشيعي أكثر انسجاما؟ لا، البيت السياسي الشيعي شوفي القضايا الاستراتيجية البيت السياسي الشيعي منسجم ومتفق، الاختلاف في التكتيكات. لكن هناك قوة في الساحة الشيعية ومنها الحكمة ترى أن التكامل الشيعي، أن القوة الشيعية تكتمل بوجود الآخر المختلف اللي هو السني والشيعي، لأنه أنا العراق، أنا مو شيعي وحدي. الشيعة إذا شعروا أنه أو وضعوا نفسهم في منطقة الندية مع الآخر، أنه الندية مع السني، صغر نفسه الشيعي وصغر نفسه إذا كانت موقع الندية مع الكرد.
بينما الشيعي عليه أن يفكر أنه هو أغلبية، إذن هو الأخ الأكبر وهو العراق، وعليه بما أنه هو الأغلبية، الأغلبية لا تبحث عن حصصها ولا تبحث عن دورها، هي تبحث عن جمع الآخر وأن تعطي دور إلى الآخر لتمارس أكثريتها. طيب. بطريقة يعني حضارية، بطريقة تشعر الآخر بأنه شريك حقيقي. طيب. وبالنتيجة أيضا يعني سيكون الشيعة هنا هم العراق، يفكر العراق كل العراق. جيد. سيد حازم، هل ستلملم البيوتات شيعية سنية كردية على اعتبار اليوم كل البيوتات تشهد تشظي واضح؟ نعم. في دواخلها، باختصار شديد المخرج ينوه، عبرنا حتى على الوقت. راح تلملم شيء من تشظيها مع قرب الانتخابات؟ راح نشوف أكو انسجام؟ إذا ما كان على توافق خلينا نقول انسجام انتخابي. شوف ست ختام، أنا أحب أوصل رسالة يعني من خلال موقعي كأستاذ بالعلوم السياسية بجامعة بغداد، إنه إن لم يصل اتفاق حقيقي لإنقاذ العراق في هذه الفترة، المشاريع الخارجية سوف تعصف بالعراق لا قدر الله. المشاريع في الغربية، المشاريع في الوسط والجنوب العراقي، وحتى المشاريع في الشمال، وبالتالي على القوة السياسية أن تتنازل، وهذا متنازل عن شيء من ما اكتسبته في السابق من أجل العراق، وإلا القادم لا قدر الله سيء جدا. أستاذ حازم، أستاذ العلوم السياسية، أشكرك جزيلا لحضورك اليوم ويانا ولكل ما تفضلت به. سيد فادي الشمري، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة، نورتنا، شكر جزيل لك لكل ما تفضلت به. لكم أيضا مشاهدينا بالغ الشكر، في أمان الله.